هاي احمد. هلو ساره. اليوم رح نحكي انا وياك عن الالوان الترندينج وهاو تو ميكس اند ماتش. كنا بالحلقه عم نحكي ميكس اند ماتش باترنز فابريكس اند كولرز. بدي احكي معك اول شيء شو هن الالوان يلي على الموضه واستخدمتهم انت فور يور ليتست كولكشن. اكيد هلا انا اكيد من بعد الكولكشن اللي عملتها وهيك من بعد المود بورد وهيك اكيد انا بستوحي الالوان اللي بدي اياها. القصص اللي هلا دارجه هي الميتاليك بلو، الشيدز اوف بلو يعني اذا بدك بالمجمل شيدز اوف جرين، كمان دارجه الالوان الصحراويه اذا بدك اكثر يعني النيود البراون الاكثر، كمان الريد كثير لانه لون هلا كثير دارج ولون تراثي دافي يعتبر. كنا عم نشوف بالميتاليكس انه موضه بكل شيء حتى بالميك اب. بدي اسالك انا عن الميتاليكس سنس الحلقه عن هاو تو ميكس اند ماتش، بتلاقي انت انه يو كان ميكس كابل اوف ميتاليكس توجذر يعني سيلفر مع جولد او برونز مع سيلفر، كان يو ميكس ذم سوا؟ اكيد لانه هلا كمان الترند عم تكون كثير فوتوريستيك بالالوان. يعني اوقات بتكوني بتلاقي ماشي لونها بيستاش بس فيها جولد او سيلفر، سو هذا الشيء عم يعطي تويست كثير حلو بالكوتور او بالريدي تو وير، عم بيكونوا كثير حلوين. سو اكيد سو اوريدي في ميكس بقلب القماش بحد ذاتها قبل ما انت تزيد لها شيء. اكيد يعني اذا فرجيكي مثلا مثل هيدا بقلبه ميكس جولد وسيلفر وهو جرين. اوكي سو هون شفنا انه بنفس القماشه في كذا لون. انا بدي اسالك ايه، حتى لو عم تعمل فستان مادر يكون بانس وتوب، كان يو ميكس ميتاليك مع بلو او ميتاليك مع بيربل بنفس الفستان حتى لو القماشه منها هيك؟ كان يو ميكس تو فابريكس فروم تو ديفرنت تونز؟ اكيد اكيد اذا الوان في اوموجين بقلب بعضهم وبيزبطوا اكيد فيهم. يعني اذا كان في جولد وسيلفر وعم هلا جولد وسيلفر وعم ينحط لهم كمان البينك جولد عم يطلعوا بطريقه كثير حلوه بالشك او بالحسب الفابريك كيف معمول. واذا عم نحكي ريدي تو وير، اذا عم نخلق بانتس مع توب، فينا نكون بالميتاليكس عم نحط السوليد كولر ويز ات يعني لون جامد منه فيه شايني مع الميتاليك؟ اكيد لانه كمان بيروق الاوتفيت اذا كان مثلا الاوتفيت كله شايني وعم تحطي له انت شيء بيروق الاوتفيت يعني بتويست معين يعني. بيعمل كونتراست حلو. اكيد هلا الالوان كنا عم نحكي عن الالوان الدافيه والالوان المسقعه اكثر الكول والوارم اندر تونز، بتشوف انت انه مع الميتاليكس لتسي سيلفر بتلاقي انه احلى ما نعمل كونتراست ونضلنا بالالوان المسقعه مثل الازرق او البيربل، ولا بتعمل كونتراست انت؟ لا بعمل كونتراست يعني الكونتراست اوقات حلو اذا كان بمحله يعني بالالوان. سو مع سيلفر شو بتحط اذا مش بلو وبيربل؟ في حط فوشيا، في حط بينك، في حط جرين، في كتير الوان تنحط يعني. اوكي بس ما بتروح على الالوان مثل الاورنج او يلو او هالالوان اللي بتروح اكثر على الجولد؟ هلا انا منا كتير الواني بس هي اذا عملت بتويست حلو ممكن تطلع حلوه، بس انا بحب على طول الالوان الاكثر باستيل اذا بدك. أوكي. يعني بحسها اجمل مع السيلفر او مع الجولد او الهيدا. اوكي واذا رحنا على الوان مثل اليلو جولد بنروح اكثر مع ان نحطها مع الاخضر اصفر اورنج، يعني مع الوان اكثر تعتبر دافيه واقل مسقعه اذا رحنا على اليلو جولد او جولد؟ كمان فينا وهلا كثير دارج البلوكينج كولرز يعني فيك تكسريها يعني فيك تحطي انت هلا اورانج وتحطي معه بلو. اوكي كمان هولي لونين كثير حلوين وهلا كثير ترند يعني، او ريد مع اورنج كمان هلا عم بيكونوا الوان حلوه. مثل ما كنت عم تقول بالكروماتيك سيركل في الوان تلبق سوا، قلت لي الازرق والاورنج، العالم عاده تعتبر جريء هالكومبينيشن، بس هن هول الالوان ليتلي صايرين ترندي والناس نحن عم نقول انه فيهم يعملوا بولد كومبينيشن او مونوكروماتيك مثل ما قلت لي اورنج وريد اللي هن الوان اكشلي حط بعضهم بالكروماتيك سيركل يعني بنفس التوناليتي. انت ان يور ليتست كولكشن غير الالوان شو الفابريكس اللي اكثر شيء اشتغلت فيهم؟ اشتغلت انا اكثر شيء على الفابريك الليكويد فابريك اللي هو هلا ترند، يعني بيجي بقلبه لمعه كثير حلوه كاني كب عليه مي. اوكي سو بيعطي تويست وبنفس الوقت بيعطي فوليوم حلو. كمان اشتغلت على القماش الفيسكوز الدوبل ساتان. سو هولي هن القماشات اللي اشتغلت عليهم قبل الكولكشن، اكيد غير القصص التطريز يعني اللي انا اشتغلت من الكولكشن شو الانسبيريشن تبعي طبقتها على التطريز وهيك الامبرويدريز المضبوطين. سؤالي انا الباترنز او سوري الفابريكس اللي بتشتغل فيهم بتعمل ميكس بين قصص جلوسي وقصص مات، يعني القماشات اللي شو فيها لمعه بتشتغلها مع قماشات اكثر ناشفه؟ اكيد في كثير عندي انا فساتين كمان بعمل هيك الميكس اند ماتش بالفابريكس، بعمل انه محلات بيكون لمعه محلات بلا لمعه كمان لاكسور، او اذا كان في اوقات بستعمل 3 فابريكس فابريكس يعني أوكي. مات بنفس الوقت شيء لميع والامبرويدرز اللي بدي استعمله. اوكي
سو من هيك الناس لازم تخاف الميكس اند ماتش، لانه حتى ان وان دريس عم تعملوا ميكس بكذا فابريك وكذا تكستشر. اكيد اذا انشغل بطريقه مزبوطه وبطريقه حلوه اكيد بيطلع شيء ظابط. اكيد. كمان بدي اسالك شغله بالامبرويدريز، في كمان ستايل معين عم تحسه ترندي هلا كنوع الامبرويدري او نوع الشك؟ ايه اكيد. هلا اذا صرنا نشوف بطل نشوف مثلا دريس فل وان كولر من فوق لتحت، لا. وانا كمان هذا الشيء انا يعني حاطه بالكولكشن، مستعمل كثير الوان بقلب يعني الوان ما بتخطر وكثير جريئه بقلب وان دريس من فوق لتحت يعني. سو اكيد عم بيكون في الوان كثير حلوه بقلب الدريسز. سو حتى بالبيرلز انت عم تشتغل خرز كمان مش بس شيك. أكيد. عم تشتغل الالوان اللي عاده جريئه عم تحطهم سوا ان وان لوك. اكيد. بطريقه انه يكون فريش وجديد وترندي. واكيد حسب شو الانسبيريشن يعني الموجوده. أكيد. اكيد هي بتطبق بهيدا بشو المود يعني على الدريس او